والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إن شاء الله تعالى في دقائق معدودة عندنا بيان نسأل فيه الشيخ مزمل بعض الأسئلة حول ما يثار هذه الأيام أو ما أثير في وسائل الإعلام والسوشيال ميديا فيما يتعلق بالأخبار المنقولة في شأنك. البعض يقول إنه المحكمة قضت عليك بالاستتابة، والبعض يتوسع في الأخبار ويقول إنه أنت مقبوض الآن. والمهم أي زول بيتكلم بما يشاء، والأخبار اللي نشرت وتداول الناس إنه المحكمة قررت قرار، والقرار يقضي بأنه تتعرض للاستتابة في كلام ذكر في محكمة سابقة والناس اتكلمت عنها قبل كده. عموما دارين نعرف مدى صحة الخبر أولا، ثانيا حقيقة ما جرى في المحكمة وقرار المحكمة العليا اللي صدر منها، وانت الآن شايف بين يدينك القرار المحكمة العليا اللي استلمت نسخة منه، وأخيرا من وراء هذا الخبر، وما هي رسالتك اللي انت ممكن توجهها للناس المشاهدين اللي بيشاهدوا الفيديوهاتك عموما وبيشاهدوا الدعوة، ومنهم المؤيد ومنهم المعارض، وعموما المشاهدين رسالتك لهم شنو، والناس اللي عندهم أهداف من وراء نشر مثل هذه الأخبار نشوف رسالتك لهم شنو. فتفضل مجزيا مشكورا. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أبدأ الحديث بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وما أكثر الفساق في هذا الزمان، وما أكثر الأنباء والأخبار الكاذبة، لأنها من هؤلاء الفساق الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى وأمر بالتثبت من أنبائهم، لأن الأصل فيهم الكذب. أول حاجة، ده قرار المحكمة القومية العليا. أنا اضطريت يعني رسلت أخونا المحامي السليك ومش أجابه، ده القرار الأصلي ذاته، وده الختم بتاع المحكمة هنا. يتكون من 3 ورقات تقريبا أو 4 ورقات، وخلاصة الشيء، ودي أول نقطة نبدأ بها، خلاصة القرار هو في صالحنا يا جماعة، في صالح دعوة التوحيد وليس ضد دعوة التوحيد. لكن بتاع الجريدة اللي هي جريدة التيار والصحفي الكتب فيها، ودائما بيكتب أخبار غير صادقة ضد دعوة التوحيد دائما وأبدا، والناس جربوا كثير والمجتمع لاحظ هذا الكلام وتبين منه بفضل الله سبحانه وتعالى أنه ينقل أخبار خلاف الواقع. فنقل خبر تقريبا العنوان بالأحمر كبير: محكمة العليا القومية العليا تأمر باستتابة الداعي السلفي مزمي الفقيري أمام القضاء أو إلى آخره. أول حاجة، الكلام ده كذب والعكس هو الصحيح، وهم عشان يروجوا الكذب ده بتروا الكلام مرة وعكسوا الكلام مرة أخرى. بتر الكلام في المرة الأولى هنا في الصفحة الأولى من قرار المحكمة، الصفحة الأولى هنا، وأنا حقرأ للمشاهد بالنص. بعد ما قالوا: إننا نتفق مع الطاعن المحتسب في ضرورة إخداعي للمحاكمة وعدم قبول اعتذاره عن ذلك إلا بالاستتابة القانونية أمام الجهات القضائية المختصة. في كلام بتروه بغير المعنى ده تماما، هو القرآن، أنت لو بترت الكلام المحكم المنزل من عند رب العالمين القرآن الكريم، لو بترت منه بتغير المعنى.
يعني فويل للمصلين. لو وقفت لحد هنا وفسرتها المعنى يكون عكس ما أراد الله عز وجل من الذين أراد بهم الويل. قال الذين هم عن صلاتهم ساهون، ما المصلين يزول بصلي له الويل، إنما الذين هم عن صلاتهم ساهون. فذل بتروا الكلام بتاع المحكمة العليا. الكلام شنو؟ قال أمام الجهات القضائية المختصة، أيوة، غير أنه لا يجوز للمحكمة اللي هي القومية العليا دي ذاتها، لا يجوز للمحكمة أن تضم الواقع المادية المبينة بقرار الاتهام أفعالا جديدة، وأن ما يجب، شوف الكلام ده عجيب كيف، وشوفوا في صالح دعوة التوحيد ولا ضد دعوة التوحيد، وأن ما يجب أن تلتزم به المحكمة اللي هي القومية العليا دي في هذا النطاق هو أن لا تعاقب المتهم، اللي هو أنا، أن لا تعاقب المتهم. قالت تعاقب ولا أن لا تعاقب؟ أن لا تعاقب، هو أن لا تعاقب المتهم عن واقعة غير التي وردت بقرار الاتهام، ده واحد. اثنين، قالت وإقامة الدعوة بالواقعة ما من حق ذات المحكمة العليا، قالت من حق النيابة العامة وحدها. والنيابة العامة وحدها هذه قررت ولا ما قررت؟ قررت وكتبت 4-5 أوراق في براءتي، وكان ذلك بتاريخ 19/12/2017 وخلاصته قرار النيابة العامة الأحالت له المحكمة القومية، وقالت المحكمة القومية أنا ما من حقي إنما من حق النيابة دي. النيابة دي قالت شنو؟ كتب البلدي كده عشان ما يكذب عليك صحفي عدو لدعوة التوحيد. قالت النيابة العامة حين موضع عنها القرار بتاريخ 19/12/2017 لا يعتبر المتهم اللي هو أنا اللي اتهموني بصوفية، لا يعتبر المتهم مخالفا لنص المادة 126 ب اللي هي الردة، لا يعتبر مخالفا لنص هذه المادة، يعني ما مرتد واحد. ده قرار النيابة العامة الأحالت له المحكمة القومية العليا في السودان. اثنين، قرارهم الثاني، تشطب الدعوة الجنائية في مواجهة المتهم. كيف؟ ثلاثة، يخلى سبيل المتهم، يعني إذا كان سجنوه أصلا ما سجنته يخلى سبيله، كمان دي زيادة خير، كتر خيره وبارك الله فيه. ونفس الكلام ده كلام النيابة العامة أيدته المحكمة القومية تحت الثاني، قالت في الصفحة الأخيرة هودي تحت، إن أنا عامله بالقلم تحت في الصفحة الأخيرة، قالت شنو؟ وإن شاء الله يرفع الناس أقراه. قالت وحيث أن هذه الدعوة دعوة جديدة، الدعوة الرفعة الصوفية دي ودفع 4 ختمي صوفي، لم تبينها لائحة الاتهام، انتبه الكلام في آخر نقطة حيجيك واضح، ولا ترتبط بالوقائع الأساسية التي أقيمت بها الدعوة، فلا سلطة للمحكمة في التصدي لها، فلا سلطة للمحكمة في التصدي لها. ليه؟ لأنها لم ترد في لائحة الاتهام الذي يحق للنيابة وحدها، بخلاف الوصف فهو من حق القانون وتستقيل به المحكمة وفقا لظروف القضية وما بشأنها. وعليه ده الشاهد، والما فيهم ده كله ده الشاهد، وعليه قال عدينا، وعليه أرى شطب الطلب اللي تقدره الصوفية الختمية، يعني كذب الراحة كده شاهد، يعني المحكمة العليا شطبت مجرد الطلب في إخضاعك للاستتابة، مش قضية إنه الناس الآن فاهمة إنه أنت جابوك وخطوك في الحبس والناس منتظرة إنه يستتيبوك أمام القضاء. هنا الشيء اللي فهمته أنا إنه قرار المحكمة العليا شطبت مبدأ الطلب، كونه يطالبوا طلب إنه أنت يخضعوك لاستتابة، مجرد الطلب ده شطبته المحكمة العليا بناء على كلام النيابة الأولى، مش كده؟ نعم بالضبط، ومش كده وبس، النيابة العليا الكلاكلة بمحلة جبل العليا شطبته ردت على الصوفية بأربع أوراق، والمحكمة القومية العليا من رفعوا لها أحالتهم لقرار ديك اللي هو الشطب، وهي ذاتها قالت وعليه أرى شطب الطلب. ومش كده وبس، كمان إشاعات زي سمعتها دي يا أخو بكر، إشاعات كثيرة، واحد ضرب لي قال لي سجل لي بصوتك إنك أنت برا ما قبض إنك داير يقطع رقبتك، وهسه بكرة كمان شايف هنا عيني دي وارمة الشمال دي، هسه بكرة الصبح يقول لك والله برضه في الفيديو عينه دي ضربوه فيها ناس المحكمة، يعني حكم الغيب تضرب زول يا ناس، والله أنصفتنا وجزا الله خير، وجزا الله كل من وقف مع الحق وليس معنا نحن ومع العدل ومع الإنصاف.
ونذر المحكمة ما جهاد عدالة يا شيخ مزمل. نعم هي جهاد عدالة، يعني نحن ما بنقول المحكمة وقفت مع الصوفية ولا وقفت مع السلفيين ولا كذا، هي جهاد عدالة وجهة محايدة ما دام الإنسان ما توفرت فيه الشروط القانونية هو ما يبقى ما مدان، بغض النظر عن انه هو يبقى في اتجاه صوفي او اتجاه سلف او غيره يعني. ولا كلامي مش صحيح؟ لا كلام صحيح. وبعدين ازيدك معلومة انه الصحفي ده وقبل كده كثير كذب، وبعض الاخوة والناس رفعوا فيه بلاغات، وجاني رئيس الجريدة ذات تاع التيار اسمه عثمان مرغني تقريبا سيد الجريدة، يعني والله لحد محلي واعتذر وقال لي يا اخي فمن عفا واصلح فاجره على الله تعالى للآية، وقال لي الجريدة مفتح لك يومي تكتب فيها. يعني شوف الدرجة بتاعت اللي وصلوا لها النازل في انه يرخو شديد. وانا بعد ذاك نظرت بعد ما هو فات نظرته وكذا فضل الله عز وجل شطبت البلاغات وعفينا عنه، لكن اصر تاني نفس الكاتب لاسباب وظروف هو اعلم بها مننا انه تاني ينقل كلام كاذب وعاري من الصحة. ونحن بننصحه يا اخي، النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يدخلون الجنة: الديوث والكذاب والبخيل، كما ورد ابن تيمية رحمه الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ضار أضيف نقطة أنا شيخ أبو بكر لو سمعت لي، لكن يا شيخ أنا الآن مستغرب. نعم. جدا إنه قرار بالصورة دي ويشطب، يعني مبدأ الطلب في إنه أنت تستتاب يعني، وده القرار الخلاصة بتاعت المحكمة، فكيف الزول ده يجرؤ على إنه يغير كل القرار؟ يعني هل هو بيتصور إنه المجتمع ده وصل مرحلة من الأمية وعدم المعرفة ومطالعة الأخبار الحقيقية لدرجة إنه نحن ما نرجع للمحكمة يعني ونشيل القرار ونرجع ونوعي المجتمع تاني من جديد؟ يعني هو في فهمه، يعني أنا محتار في فهمه، يعني إحنا ممكن نصل للحقائق دي ولا ممكن تصل للمجتمع بعد ما نحن نتوصل له؟ ولا فهموا شنو بالضبط؟ فهموا انه دي حرب اعلاميه ليس الا، يعني هم لو كان اصلا بيقدروا صوفيه او غيره من الطوائف الضاله المنحرفه عن طريق التوحيد، لو كان اصلا هم عندهم فهم كان ينزل الميدان. ربنا سبحانه وتعالى قال وجادلهم بالتي هي احسن، فهي حرب اعلاميه ده فهموا. لكن دائما ازول الحزبي زي ما قال العلامه مقبل الوادعي، قال الحزبية تعمي وتصم، فزول الحزبي والطرقي والطائفي بيكون عميان زي ما انت تفضلت انه طلع كذب وما يتصور ذاته اننا حنمشي المحكمة، ودي المحكمة الغمية وهو ده القرار بتاعه. لكن الناس اللي احنا بندعوهم تاني الى كلمة سواء بيننا وبينهم، ألا نعبد الا الله ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. والمشاكل دي ما بتحل كده زي ما قال لهم القاضي نفسه قبل كده في احدى القضايا، تحل بالنقاش العلمي، فهم لما عجزوا عن النقاش العلمي لجوا الى هذا. ثانيا انا داير رفع القضايا بتاعت الصوفيه اللي رفعونا ضدنا دي المفروض تكون توبه لاي صوفي تابع لهؤلاء الطرق كلها، كان سمانيه كان تجانيه كان ركينيه كان قادريه كان غيرها. قول لي كيف؟ كيف؟ الناس الصوفيه دي قالوا هم مالكين الكون، مثلا بتلقى الختميه قالوا في كتابهم فيض البحور المتلاطمه قالوا الكون اعلاه اسفله في طي قبضتنا، ونار الخليل إبراهيم يعني عليه السلام خبت من سر تفلتنا، ونار موسى أضاءت من محاسننا، والقادري برضو بتاع القادرية برضو قال إن الكون كله ذراعي من فوق السماوات كلها ومن تحت بطن الحوت أمدت راحتي، وبتاع الطريق الكباشية في التلفزيون قناة النيل الأزرق قال إنه شيخنا الكباشي من كراماته إنه إذا قال لشيء يكون فيكون. طيب لو انتوا بتقولوا للشيء يكون فيكون، بس انا ذا الرساله دي تصل لاي صوفي على وجه الارض، بس دي الباقي ده خلوه. لو انتوا بتملكوا الكون وبتقولوا يا صوفيه زي ما بتزعم للشيء يكون فيكون، يبقى ما في داعي ترفعوا قضايا فيني، بس قولوا لنا كن فيكون اعملوها. ابقى برا العالم يا سلفيين يا موحدين، كونوا ترابا كونوا حديدا كونوا شجرا كونوا حجرا، لانه انتوا كنتوا بتقولوا شيء يكون فيكون. فطالما شيوخكم بقى يفتحوا القضايا معناته شيخكم كذابين في كلامهم القبيل انه بيقولوا للشيخهم فيكون، وفي ادعائهم للالوهيه والربوبيه انهم مالكين الكون في طي قبضتنا، ده كله كذب. اي صوفي يرى صوفي شيخه شيخ الطريقه فتح قضيه في اهل التوحيد لازم يتبين انه شيخه ده كذاب، لانه شيخه قال بيعلم الغيب وبنزل المطر وبيدي الجنه ومالك الكون، ما يقدر يدمرنا نحن الشايفنا هو
مغلغلين ديل بس دي تأملوا لي فيها الصوفية معليش كلامي ده خاص بالصوفية والله المفروض أي صوفي الفائدة دي لو ما طلعنا إلا بها من القضية دي والقضايا الكثيرة رفعوا ما بتهمنا طالما نحن على الحق والله إن قطعنا قطعة قطعة وإيربا إيربا وكنا على الحق ودارنا نوصل للمسلمين الحق وللناس جميعا الحق فأرواحنا ودماءنا فداء لتوصيل الحق توصيل القرآن والسنة والتوحيد للناس. طيب يا شيخ مزمل ممكن قبل الأخيرة وأخيرا يعني أنت رسالة في جملة كده توصيلها للناس اللي بيتعاملوا مع الأخبار عموما أخبار الصحف السوشيال ميديا الواتساب الوسائل كثيرة دي يعني الأخبار الآن منتشرة بيجينا خبر بيقولوا شيخ مزمل حصل له بكرة شيخ فلان حصل له بكرة في يعني حتى بغض النظر عن المسائل الدينية في أمور الدنيا عموما في أخبار كثيرة بتنتشر فيعني التعامل يكون معاه كيف يعني وصيتك شنو للناس التعامل مع الأخبار دي يا جماعة ربنا قال إن جاءكم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين ده التعامل الصحيح بنص القرآن ما بيحسن منه ولا في كلام بعده فتبينوا فتثبتوا في قراءة فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ثم رسالة أخرى للصوفية إنه قضيتكم دي ما بتحلوها بالإشاعات والكذب في بعض الجرائد وبعض الصحفيين ما بتتحلى كده بتتحلى برجوعكم للكتاب والسنة ربنا قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وقبل كده جابوا الجفري في البلد دي وقال توحيد ذاته ماذا إنه يحذفوا من مقرر الدراسة قال حلت قضية ما حلت قضية الصوفية ولا نجحوا في نشر الشرك الدارين ينشروا للأمة ما قدروا ليه لأنه ده ما بيحل البحل إنك ترجع للحق وتنشر الحق طالما أنت على الباطل يا جفري ويا ختمية ويا سمانية ويا قادرية ويا برعي ويا برهاني ويا غيره طالما أنت على الباطل وبتنشر الشرك للأمة ومخالفة هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أنت في خسار وإلى زوال والواقع شاهد يا أخي ومتى بس معليش أنا ما أقدر أطول لكن قصة أنا ماشي في هنا في الخرطوم في منطقة يعني في الأطراف والكهرباء قاطعة من المطر الفاتة دي والله ثلاثة شباب شعرهم مفلفلينه ولابسين البناطلين اللي بيسموها كوباية دي تقريبا ماشيين قدامي وأنا شايفهم لأنه الوطية دوب المغرب جا كده والظلام دخل يا دوب فماشيين واحد قدامه واثنين وراه شباب وحتى ما ملتحين عشان ما يحسبوهم لجهة معينة من الجهات لنا ولا لغيرنا القدام ده مشغل مقطع لإخواننا ديل حلقة بالتوحيد وكلم عن الشرك أن شروا التصوف الاثنين الولا بيقول له دق صوفية دقهم أنا والله قلت سبحان الله ده انتشار التوحيد بهذه الصورة الرهيبة خلى هؤلاء يطلقوا الإشاعات ودار حرب الدعوة بالإشاعات زي ما حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم واتهموا في عرضه في عائشة الحصان الرزان أمنا الطاهرة المبرأة من فوق سبع سماوات ولكن كما قال تعالى لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم وهنا في القرار ذاته في نقطة قوية ثانية مش مصلحتنا نحن مصلحة جميع دعاة التوحيد في الدنيا في السودان هنا حسب القانون بتاعنا قالوا بالرجوع إلى حكم أول ثاني درجة أول وثاني درجة إلى أن قال على صحة ما أشار إليه حكم ثاني أما ما جاء ذكر من أقوال المتهمين واللساء إليه مما يدخل في نطاق الحق الخاص ولا يملك شخص المقاضاء بالإنابة عنهم ولا يملك شخص شنو المقاضاء بالإنابة عنهم أو تحريك الإجراءات إلا بواسطين دي نقطة قوية لكم يا دعاة التوحيد كيف ما هو رفع ثاني مادة أربع المادة 64 إثارة الكراهية بين الطوائف بسبب اللون أو العرق قال إلى آخره أو اللسان فينا المحكمة ردت عليه قالت أول حاجة الناس اللي تكلموا فيهم نحن الشباب ديل تكلمنا في البرعي تكلمنا في المكاشف والكباشي وغيره ديل ما من حق المحامي الصوفي ده يقاضي عنه بالإنابة عنه لأنه قالت ده من حق من نطاق الحق الخاص يبقى دي بشارة لدعاء التوحيد تكلموا في البرعي تكلموا في المكاشف تكلموا في أي زول دعا إلى الشرك والضلال والزندقة تكلموا فيه المحكمة قالت لكم بيجوز ليكم ما بحق لأي طرف آخر ولو بقى صوفي ولو بقى درويش تابع للطريقة المعينة إنه يرفع فيك لأنه ده حق خاص يجي البرع يرفع قضيته يجي المكاشف يرفع قضيته ولا صوفية بيقولوا مات ما بيجي لو قلت مات ما قلت بنزل المطر إذا ما قدر يجي يرفع قضية يبقى ننزل المطر كيف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هي المادة أظن أنا حسب ما أعلم بتتعلق بالطوائف في الناحية العرقية
يعني الكلام اللي وأصلا رفعها غلط ذات. أيوة أيوة، هي ما المسألة النقد الديني والجدال بالتي يحسن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما يدخل في الباب ده، الباب ده ما بيدخل فيه، إنما المادة اللي هي بتعتبر إدانة إذا الإنسان تكلم في الطوائف من ناحية اللون أو من ناحية العرق أو اللسان، إثارة النعرات بين الناس مما يؤدي إلى الإخلال بالسلام والأمن العام، دي أشياء بالدين عليها وبدين على القانون بتاع الدولة. أما كون إنسان نقد طائفة أو جماعة أو شخص معين من باب النقد بالكتاب والسنة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ده ما يدخل في هذا الباب عموما. شكرا شيخ مزمل على البيان والتوضيح، والخلاصة إنه ما نشر من الأخبار فهو كذب، والناس يتعاملوا مع الكذب بالتثبت بمثل هذه الفيديوهات. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله.